في جديد تحدي جديد. مرحبا، السلام عليكم. بعد المقدمة اللي حصلت، شو مقطعنا لليوم؟ مقطعنا اليوم راح يكون اتحداك تعرف اعلام هاي الدول العربية. تخيلوا انا كعربي يعدي علي بعض اعلام الدول العربية وما اعرفها، ترى شيء مغزي. فتحياتي لجميع الدول العربية، اللهم صل على سيدنا محمد. ادعموا لي هذا المقطع باللايك، الله يسعدكم. بتعرفوا انا ذكي وما بخسر بهي التحديات، شوفوا كيف ذكائي. طبعا اذا كنت اول مرة عم تشاهدني راح تشوف الذكاء اللي عن جد تنصدم منه. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. يلا نروح ونبلش التحدي، ليتس جو. اوكي، اول علم، ما اسم هذه الدولة؟ اليمن، الاردن، فلسطين. اكيد الاردن يا معلم، تحية كتير كبيرة لاخوتنا في الاردن وما راح انجلد. الاردن حبايبنا. اوكي بنروح للي بعده. ما اسم هذه الدولة؟ والله هذا تحدي ترى. مين هي الدولة صحيح؟ الكويت، اظن الكويت. بعين نعار ترقعك على راسك. الكويت؟ لا، مصر. هاي مصر العظيمة، تحية لأخوتنا في مصر. ما اسم هذه الدولة؟ اوه هاي ما بعرفها، اكتبوا لي بالكومنتات شو هي الدولة. لك بطل من هاي السوالف الخايسة. طبعا هاي الدولة الليبية، تحية كتير كبيرة لأخوتنا في ليبيا. اوكي ليبيا، نعم. العلم اللي بعده، هذا العلم طبعا أشقائنا الفلسطينيين، هذا علم فلسطين. مو علم علم فلسطين؟ فلسطين أظن. لا، علم السودان. مصدوق يحكي؟ هلا بالعيال. يا الله الغباء. أحس حالي طالب مدرسة. أنا آسف لأنه أخطأت. أوخ. إبراهيم ارحمني. ما اسم هذه الدولة؟ أعتقد هاي جزر القمر. لك تعرض بقعة جزر القمر هذا، ها؟ الإجابة هي الجزائر. أخوتنا في الجزائر. أوكي حلو، كفو علي. ما هاي هون أنا بهالعالم عندي شوية صعوبة. ما اسم هذه الدولة؟ جنوب السودان، الصومال، المغرب. المغرب لا، الصومال لا، فهذا العلم أظن جنوب السودان. أوه كفو علي، أسطورة وربي أينشتاين. ما اسم هذه الدولة؟ هاي الدولة معلم، طبعا تحياتي وحبي وتقديري لأخوتي في تونس. الله لك يا تونس. اوكي هذا العلم التونسي، والله اليوم راح اضل واقف وراي مثل شو اسمه. اوكي هذا العلم، الجزائر لا، الامارات لا، فما في امامنا خيار غير علم موريتانيا. هذا دولة موريتانيا طبعا. ما بعرف ليش اغلبنا ما بيعرف هاي الدول موريتانيا. هالعلم هي بنحسها نحن بعض الشيء غريبة، بس هي دول عربية. ما اسم هذه الدولة؟ هاي معلم المغرب. او ايه هاي المغرب بالضبط. كيفك فيها بهالوقفة معلم؟ كيفك فيها؟ حلو. هاي علم اخوتنا في المغرب العربي. حلو. ما اسم هذه الدولة؟ شوفوا هم عم يحطونا احتمالات عم تخليني جاوب صح، تمام؟ الاردن لا، اليمن لا، فما اضل عندنا غير خيار الثالث اللي هو جيبوتي. اخواتنا في جيبوتي. ما عندي متابعين انا من جيبوتي على فكره. اوكي ما اسم هذه الدوله؟ ليبيا لا، السعوديه لا، جزر القمر. والله ظاهر بدنا نقوم نجلده له وربي. جزر القمر هي، نعم. لا اسطوره. ما اسم هذه الدولة؟ الصومال. اي ايه الصومال، الصومال هي هي، هذا هذا علم الصومال 100%، يعني لا خيار امامنا غير الصومال. تحية كتير كبيرة لهم. شوف هاي الدولة محتار، هي بتكون السعودية او الكويت، شو رايكم انتو؟ انا بقول بصراحة دولة المملكة العربية السعودية. كفو. وربي لازم على كل جواب صح اجلدك لك وربي. طيب ما اسم هذه الدولة؟ هي الكويت ولا الامارات؟ لا بجد انا هي خربطت، الكويت ولا الامارات؟ بقول انا الكويت.
الكويت؟ لا، دولة الإمارات. دائما أنا بخربط بين الكويت وبين الإمارات يا ربي. ما اسم هذه الدولة؟ اليمن؟ لا، السودان؟ لا، الكويت. اوكي، تحياتنا كتير يعني حبايبنا اخوتنا بالكويت. هذا علم الكويت، صرت الهد من الضربة، الله وكيلكم. بسبب الضربة ما تخطيك اوف اسطورة. حلو، اوكي، علم الكويت. اي ايدي. طب احزر شو هذا؟ لا هي صعبة. لا، نحن متفقين دول عربية، ما تجيبوا لي دول من المريخ. مين هاي الدولة؟ الدولة السورية. كفو، بلدي الغالي سوريا، الله يعم الأمن والأمان عليها يا رب ويرجعها أحسن من قبل. ما اسم هذه الدولة؟ شوفوا، هاي هي الدولة الفلسطينية. حتى أنا عن جد صرت أحس حالي حمار. هون بيجي أحمر تحت أخضر وفوق الأسود. تحية كتير كبيرة لأخوتنا في فلسطين ال الشقيقة. ما اسم هذه الدولة؟ شوف هاي صعبة. اعتقد هاي قطر. صار يساعدني. لبنان. طبعا تحية كمان لاخوتنا بلبنان. اوكي، الدولة اللي بعدها لا، هاي صعبة. هذا علم حبايبنا واخوتنا وحبايب قلبنا، اخوتنا في العراق الشقيق. سوراقيين ان شاء الله للابد. تحيه كثير كبيره اخوتنا في العراق. طبعا علم العراق وعلم سوريا محفورين بدمي. هذا شو؟ لا بجد انا هذا اول مره اشوفه، وربي اول مره شو لا فلسطين ولا شو هاد. موريتانيا، الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه لانه جاوبنا موريتانيا. خفوا، الصحراء الغربيه لانه مش شوي جاوبنا عن موريتانيا. وربي اني اسطوره. هذا علم مصر، اليمن، سوريا. شوفوا، لو حطينا له نجمتين بيصير علم سوريا، لو حطينا صقر بيصير علم مصر، فهو علم اليمن. تحية كتير كبيرة لأخوتنا باليمن. اه يا ربي جوابي صح. ما اسم هذه الدولة؟ شوفوا انا هون بخربط بين عن جد بفكر بحرين شوي، بقول عنها قطر. البحرين اظن، البحرين ولا لا؟ قطر. طب ليش قطر؟ والله انا بعرف هذا علم البحرين يا اخي. هلا بنشوف علم قطر. ليش هيك انا بخ؟ لا لا لا، دير بالك، عارف انا عم تضرب. لا هون بكون انتهى مقطع اليوم، بتمنى يكون هالهجة بكل ما اسم هذه الدولة؟ هي عمان، سلطنة عمان. وربي هلا صرت ركز على المقطع لانه صرت الجلد يعني مو طبيعي. كمان حبايبنا اخوتنا في سلطنة عمان. اخ اذا بتطلع غلط، الا مستحيل الكويت والسودان، فهي عمان. كفو علي يا اسطورة. اضحك رغم الالم. شوفوا هاي البحرين لازم، ها تونس، لا قطر من شوي طلعت، فهي لا مش انا قلت قطر، هي قطر ولا البحرين؟ البحرين، البحرين، البحرين ولا والله ما بعرف. قطر، قطر، البحرين. ربي لا والله انا صرت خربت بين قطر وبين البحرين يا اخي. بس لحظه، خلص المقطع، خلص. خلص الفيديو. هلا لازم اشوف هاي اخر ضربه. شوي شوي، لا اخر شوي شوي، هدي. لا اسمع اسمع، انت مبسوط؟ انا بدي اصيح لي هي قوات الضربه، بس هي شوي شوي وقفت مشان نطلع. هي شوي طبعا انتهى الفيديو. سمعتوا شو حكى؟ ابو لي خلص انا راح اسويه شوي شوي وانت اعمل اوفر. ف طبعا يا جماعه، هو كنت ذا مقطع اليوم.
اتمنى يكون نال اعجابكم، ادعموا لي المقطع باللايك. انا ما عاد فيني احط لايكات لانه ايدي انضربت، هذا المونتاج راح يتاخر 3 ايام بسبب الضربات اللي اكلتها على ايدي. ادعموا لنا المقطع باللايك، الله يسعدكم. تحيه للجميع، السلام عليكم. شوي شوي حكالي، والله شوي 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 شوي.